النهاردة الصبح المصريين صحيوا على حادث أليم في كنيسة أبو سيفين بمبابة، واللي راح ضحيتها حتى الآن عشرات الوفيات، معظمهم للأسف من الأطفال. فكل التعازي لأسر الضحايا والمصابين، وكل الدم غالي اللي ماتوا في الكنيسة النهاردة، وحتى اللي ماتوا في مسجد ربعة في نفس اليوم من 9 سنين، ماتوا بالإهمال أو بالرصاص. كل دم مصري غالي، كل دم مصري غالي. عبد الناصر في الستينات الحقيقة أعدم ناس وطنيين، وضميره تعب شوية، فلجأ إلى شيخ عشان الشيخ ده يهديه ويقول له أنت زي الفل، أنت زي الفل. ومصر دفعت بعد كده الثمن غالي جدا، من أول خميس والبقري العمال في المصنع بتاع كفر الدوار ده، أو لحد اللي قتلهم عبد الناصر في سجونه في المعتقلات. النهاردة الحقيقة، النهاردة ضحايا الكنيسة، ومن 9 سنين ضحايا في ربعة. الصحة، وفاة 41 شخصا في حريق كنيسة أبو سيفين بمبابة، و12 مصاب يتلقون العلاج بالمستشفيات. ده الخبر اللي صحيوا عليه المصريين النهاردة. وفاة 41 شخص في حريق كنيسة أبو سيفين، و12 مصاب يتلقون العلاج. في نفس الحادثة وفاة كاهن في حريق أبو سيفين بإمبابة متأثرا بإصابته. معانا كمان كشف ببعض أسماء الناس اللي توفوا أهو. إيرينا عاطف رمزي تقريبا 34 سنة، مجدة نبيه حبيب 61، دميانة زكريا 29، مريم تامر وجيه 5 سنين، برسينا تامر وجيه أخوها أو أختها 5 سنين. يعني واضح إن هم توأم، يعني واضح إن مريم وبرسينا توأم راحوا في الحادثة. مينا صالح فاخر 16 سنة، عبد المسيح بخيت 50 سنة، ميرنا عاطف 25، عادل عجيب أيوب 45، نادية سعيد بطرس 45، مهرائيل باسم أمير 5 سنوات، يوسف باسم أمير 5 سنوات، فلوبيتر باسم أمير 3، بهم 3 من بيت واحد، 3 من بيت واحد. بس إزاي 3 5 سنين؟ يعني ازاي مهرائيل ويوسف وفلوباتير 5 سنوات؟ ماري نعيم، كرولس رامي، مينا اشرف، فرج كامل، كمال، كرولس نور، في اطفال كتير قوي. وفي ابرام تامر وجيه اهو، واحد تاني اخوهم التالت، اخو البنتين اللي فوق 3 سنوات حسب الورقه يعني اللي منشوره. خلينا نشوف كده جزء من الحادث وفيديو الحريق بتاع كنيسة أبو سيفين. أنا ليه تعليق على الفيديو ده، بس بعد ما نشوف دلوقتي شاهد عيان بيقول إن أغلب الضحايا كانوا من الأطفال اللي كانوا في الحضانة الكائنة داخل مبنى الكنيسة في المنيرة. أطفال ماشي، بدأ بقى نطلع في جثث. أم طفلين توفيا في الحريق بتقول أنا اللي سفرتهم للسماء. أم طفلين كانوا عايزين يروحوا قداس الأربع وصممت يروحوا النهاردة، أنا اللي سفرتهم للسماء. الحقيقة أنه الصادم في حريق الكنيسة هو أن الحريق كان ناتج عن خلل في مكيف تكييف، رغم كده فضل ساعتين مستمر. الداخلية حريق كنيسة المنيرة نتيجة خلل في التكييف بالدور الثاني. أنا بس عايز أرجع للفيديو الأولاني يا علي، معلش خلينا، طيب معلش خلينا في شهود عيان بيقولوا كنيسة أبو سيفين بيقولوا إن الحريق بدأ الساعة 8 الصبح واستمر ساعتين. خبر كان قدامنا دلوقتي قبل ورئيس الوزارة بيقول إنه الحريق استمر ساعتين، من الساعة 8 استمر لحد الساعة 10. الحريق بدأ الساعة 8 صباحا واستمر ساعتين، ساعتين وجهاز الدفاع المدني، يعني هو السؤال مكيف حصل فيه خلل والحريق يقعد ساعتين؟ هو ده السؤال بقى ليه؟ عندي بقى سؤال تاني غير ده، بس خلينا في السؤال ده. السبب مكيف
جميل جدا. بدأ في المكيف ساعتين ليه؟ مفيش طفاية حريق. فين قوات الحماية المدنية؟ طب فين الدولة؟ نسمع كده رئيس الوزراء بيقول ايه؟ الدولة كلها بكل أجهزتها اتحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه. المهم ما يطلعش غلط من عندنا، كل رجال الحماية المدنية بذلوا. الراجل بقى عامل الكنيسة اللي اتكلموا عنه ده انه قام بدور بطولي، ده مش موجود بقى. الشرطه جت، لا هو هي كده، مصر كده يعني، الدوله الشموليه كده. ما طلعش الداخليه غلطانه، ما طلعش المطافي غلطانه، لا انت تطلع انه لا عملنا اللي علينا. ما هو انت لو في حد بيحاسبك على كلامك كان يبقى عندك دم النهارده وتستقيل لدول 41 نفس، كنت استقلت باحترام. ده لو في دم، ده لو في دوله بقى بتحاسب. بيقول لك جم وبتاع الصوره الفوريه اللي في الحادث يا مدبولي، ايه هي؟ فين الصوره الفوريه؟ تعالوا كده، سيبك انت من القعده في القصر الرئاسي والساحل الشمالي عشان التغيير الوزاري اللي ملوش اي 30 لازمه، شوف الاهالي كانوا بيعملوا ايه. الست اللي ابنها كان حاضر الحادثه قالت ايه بقى؟ نسمع الست بتقول ابني نط من الدور الرابع وكنا احنا اللي بنطفي. فين وفين الاسعاف على ما جالنا؟ اسمع. فين وفين عقبال ما المطافي جاي؟ فين وفين؟ طب السؤال بقى ماشي، خلاص الداخليه ما جاتش، الاسعاف جت امتى؟ شوفوا الست دي بتقول الساعات جت امتى؟ ساعتين ونص. في المطافي لو لما جاتش طيب يعني ساعتين ونص بشهادة الشهود. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيكذب، بيقول لك كنا على الفور، الداخلية كانت هناك والحماية المدنية وعملوا ملحمة. وصف تأخر الداخلية ساعتين ونص بأنها كانت ملحمة. كان هيموت بقى 1000. الستات اهي المكلومات دول بيقولوا لا ده احنا ساعتين ونص، ده ناس نطت من فوق. ودي شفنا الفيديو، جراد المية ورمي. خلينا نشوف الشهادة بتاعت الطبيب ده بيتكلم على شاب اسمه محمد يحيى، ايه بقى كان دوره في الحكاية دي؟ اسمع. يعني احد المصابين الموجودين عندنا اللي هو محمد يحيى ده ساكن جنب الكنيسه، ودوت كان قفز داخل الكنيسه عشان ينقذ الاطفال وينقذ الناس، ففعلا خرج مجموعه من الناس، واخر واحد كان بيطلعه كان هو جورج، الحاج جورج ده 65 سنه وزنه تقيل، وقع بيه اتقلب بيه من على السلم الخارجي فكسرت رجله وهو خارج. ده احد المصابين المحجوزين برضو. محمد يحيى واحد ساكن جنب الكنيسة واضطر يدخل وينقذ الأطفال ورجله اتكسرت. يعني لا مؤاخذة، لا الإسعاف جد وقتها، يعني جد بعد ما الدنيا خلصت يا مدبولي، ولا الداخلية. أطفال وسيدات ورجال ماتوا وانت بتكذب وبتقول للناس الدولة اتحركت بصورة فورية وكانت ملحمة. اسمع بقى الاتنين قدام بعض كده. الدولة كلها بكل أجهزتها اتحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه. ساعتين ونص المطافي لو لما جاتش، ساعتين ونص لو لما ده الصورة ما بتكذبش يا مصطفى مدبولي، انت اللي بتكذب. والناس ما بتكذبش يا مصطفى مدبولي، انت اللي كذاب. ساعتين ونص الحريق عمال يخلص في العيال،
والداخلية عبال ما اتحركت الناس بقت تنط من الدور الرابع ويرموا الأطفال من فوق ويطلعوا يلاقوا ميتين فوق. لكن بعيد عن الصورة المزيفة اللي بترسمها الحكومة لنفسها كان في تضامن يعني كبير قوي من كل مصريين، زي مثلا محمد صلاح وابو تريكة اللي عزوا أعمق التعازي لأهلنا وإخواتنا الأقباط، زي ما قال أبو تريكة كده: أعمق التعازي لأهلنا وأخواتنا الأقباط في بلدي مصر الحبيبة في ضحايا الحريق الأليم الذي شب في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة اليوم وخلف عشرات الضحايا، سائلين الله تعالى أن يربط على قلوب ذوي الضحايا وأن يشفي المصابين. محمد أبو تريكة. أيضا محمد صلاح قدم برضو العزاء وقال خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين. عندي بقى أنا سؤال قبل ما نختم الخبر ده ونعزي أهالي الضحايا ونسأل الله الشفاء للمصابين. هات أول فيديو بقى كده. يعني بقالنا 8 سنين مع السيسي عمال يوهمنا بدولة جديدة، دولة جديدة. أيوة بس أيوة سواء فين أنا عايز أعرف، هو مفيش اشتراطات بناء خلاص؟ يعني أنت لما بتعمل سينما أو لما بتعمل مسرح أو لما بتعمل مسجد أو لما بتعمل كنيسة أو لما بتعمل سنتر دروس، أي مكان بيتقابل فيه ناس، أي مكان ناس بتروحه كتير، زي مدرسة زي كنيسة زي مسجد زي ملعب كورة، أي مكان، أي مكان زي مسرح زي سينما، أي مكان بيتجمع فيه عدد من الناس، علميا الموضوع ده بقاله كود، يعني بقاله مواصفات هندسية، بيبقى له مواصفات شاملة كل شيء، حتى الباب نفسه بيبقى له مواصفات معينة، الحيطان بيبقى له مواصفات معينة، أجهزة الحريق وإطفاء الحريق بيبقى له مواصفات معينة. إيه بقى اللي أنا شايفه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ عمارة عادية جدا تم عمل فيها كنيسة، ويلا يا عم إحنا أي أوضة في أي حاجة، ودفعنا الثمن غالي، مين بقى يعوض الواحد واربعين روح ونفس اللي راحوا دول؟ 50,000 جنيه بتاعت الحكومة؟ فين الدولة؟ يا جماعة فين الدولة في اشتراطات البناء؟ انتوا بس الشاطرين لما تبقوا عايزين تعملوا كوبري او ممر تهدوا بيوت الناس. يا جماعة اي مكان بيتجمع فيه ناس، اي مكان، ان شاء الله يكون المسجد النبوي، المسجد الاقصى، اي حاجة بيبقى له اشتراطات معينة، اشتراطات يا حضرات. طب هو دلوقتي السيسي امر بان الهيئه الهندسيه تعيد بناء كنيسه ابو سيفين، كلام جميل جدا، كلام رائع. وزير رئيس الوزراء امر بصرف تعويضات فوريه للضحايا، كلام على عيني، بس ده غباء، هيتكرر. بدل يعني لطيف انك تصرف للناس 50,000 جنيه، اه ماشي اوكي، لطيف ان الهيئه الهندسيه تتدخل عشان تبني الكنيسة تاني، جميل. ماذا عن باقي المساجد والكنائس والسينمات والحاجات التانية؟ ماذا عنها؟ ليه ما سمعتش أنا رئيس الحكومة بيقول سوف نجري معاينة شاملة لكافة المباني اللي بتخدم الناس، كافة المباني لا أستثني مبنى، مسجد، كنيسة، مسرح، سينما، أي مكان. ما سمعتش كل اللي قالوه طبطبة 50,000 جنيه للضحية، 10,000 جنيه المصاب، هنبني الكنيسة تاني. طب وبعدين يعني؟ وتحصل مصيبة تانية وتحصل كل اللي همهم بس ان الحراسة تقف على باب الكنيسة، بس كل همهم بس ان وانت ماشي كده ما تصورش الكنيسة، لانك لو صورت الكنيسة هتروح في ابو نكلة. انما الناس تخش، اطفال تدخل تحضر صلاة، تحضر اجتماع، تلعب، تروح خنقة. هو بيقول كل الناس بتقول السبب الحريق الدخان، السبب في اللي ماتوا دخان. وفي بص الناس واقفه اهو، بص اتفرج اهو، والدخان طالع من الغرفه دي ولا من القاعه، والنار طالعه من الشباك التاني. في فيديو تاني بقى يا استاذ المخرج، في فيديو تاني بقى العماره في الشارع عامله ازاي. دي عماره عاديه، ايه فين اللي قال عليها كنيسه؟ مين قال عليها كنيسه؟ ما الدليل انها كنيسه؟ عليها صليب يعني؟ طب ما هي شبه العماره اللي قدامها دي. اشتراطات البناء فين يا حضرات؟ انا ما سمعتش حتى السيسي راح طلع تعزيه وقال لك اعزي اسر الضحايا. يا عم شكرا،
يا اخوانا شكرا يا اخوانا. شوفوا الاشتراطات بتاعت البناء رجعوا. كنت اتمنى اسمع رئيس الوزراء بيقول سوف نجري مراجعه شامله لكافه المباني الخدميه اللي بتخدم الناس. مساجد اهو اتفرج. ايوه هو ده، برافو عليك. بص عماره عاديه جدا، عماره عاديه جدا، حد ابن حلال بيخدم الكنيسه وبيخدم المسيح وبيخدم الصليب قرر يحولها لكنيسه. ماشي يا عم تشكر. طب فين بقى الاجراءات بتاعتها؟ فين؟ فين لو حصل زلزال؟ فين لو حصل حريق؟ فين لو حصل ميه؟ فين؟ ولا حاجه. بص شارع عادي عرضه 5 متر، ما فيش 5 متر حد. شارع عادي جدا وتم بناء الكنيسه فيها. وراحت الارواح. خالص التعازي لاهالي الضحايا، وان شاء الله نسال الله ان المصابين يتم من الله شفائهم. وهي دي مصر.